هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، ها نحن نطل عليكم مجددا مع حلقة جديدة من يوميات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها 27. يوما بعد يوم تزداد حدة المنافسة بين المتسابقين الذين يبحثون عن إحدى المراكز الأول في هذه المسابقة المباركة. مشاهدينا، تنافس اليوم 7 متسابقين آخرين، وهم شيخ ديوب من السنغال، محمد عدرة من النرويج، فيصل أحمد سراج ميا من بنغلاديش، محمد برهان حسن من جيبوتي، محمد إبراهيم محمد من الصومال، موسى ديابي من جمهورية الكونغو، إركوزي حسن من بوروندي. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. حفظت القرآن الكريم على يدي شيخي شعيب نس، واستمريت في هذا الطريق المبارك إلى أن يأتي هذا اليوم الذي سأشارك فيه في مسابقة جائزة دبي الدولية. والحمد لله أن وفقني أن أشارك، وكانت من أمنياتي منذ سنوات، والحمد لله الذي حقق هذه الأمنية. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه النسخة المباركة التي استمعنا فيها إلى الآن إلى مجموعة من التلاوات المباركة، وكانت المستويات متقاربة، وهذا دليل أن التنافس في هذه الجائزة أصبح مقصد المتسابقين في العالم. خلال هذه الأمسية قدم سعادة الدكتور سعيد عبد الله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة دروعا تذكارية لرعاة هذه الليلة، وهم هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسسة دبي للإعلام، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي. نسعد نحن في هيئة كهرباء ومياه دبي أن نكون الرعاة البلاتينيين لهذه الجائزة، حيث أن هذه الجائزة تخدم كتاب الله، وفي عامها 27 وما تفرعت له هذه الجائزة من فروع مختلفة في خدمة كتاب الله. فخرون نحن في هيئة الطرق والمواصلات بدعم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وحفظة كتاب الله تعالى. هذا القرآن يوحدنا لطريق. منذ انطلاقتها قبل 27 عاما، لاقت مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم اهتماما كبيرا من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ممن كان له الأثر الكبير في وصول فعاليات الجائزة إلى جميع أنحاء العالم. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله.
رسول الله معلمنا. قام المتسابقون المشاركون في الدورة 27 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بزيارة مميزة إلى برواز دبي. في هذه الرحلة تمت مشاهدة دبي بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث تم تنظيم الجولة بواسطة وحدة العلاقات العامة بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. بدأت الزيارة بجولة تاريخية تسلط الضوء على مسيرة تطور دبي منذ أيامها البدائية إلى ما أصبحت عليه اليوم كواحدة من أهم المدن العالمية. معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر. مشاهدينا الأعزاء، نتمنى أن تكون هذه الدقائق التي نقلت لكم أجواء التنافس في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها 27 والمقامة على ندوة الثقافة والعلوم بدبي قد حازت على إعجابكم. وحتى نلقاكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة للجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الخير يوجهنا الله تعالى.